الأحياء المتبقية في قضاة اللافر تحت سيطرة عناصر التنظيم الإرهابي هي حي المثنى الأول والحي العسكري والصناعة الشمالية والجزء الشمالي المدينة. قطاعاتنا البطلة المشتركة تفرض السيطرة على 60% من ساحة العمليات بشكل كامل، وعلى 90% تفرض السيطرة على مركز قضاة اللافر. العمليات مستمرة والتقدم مستمر إلى أن يتم السيطرة وتحرير قضاة اللافر بشكل كامل على يد قطاعاتنا المشتركة.